السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة أطفال نقدم لكم تفسير سورة الفجر للأطفال، الحلقة الثالثة. الجزء الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنة. المعاني. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يخبر الله تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، ويقول منكرا على هؤلاء أقوالهم وأفعالهم وحرصهم على الدنيا، وكأنهم يحسبون أنه لن تكون هناك قيامة ولا حشر ولا حساب، مع أن اليوم الموعود سيأتي، وهو اليوم الذي تندك فيه الأرض دكا مرة بعد مرة، فتسوى جبالها بأرضها. دكت أي دقت وكسرت، دكا دكا أي دكا متتابعا حتى صارت هباء متناثرة. وجاء ربك والملك صفا صفا، وتتجلى في ذلك الموقف العظيم عظمة السطوة الإلهية، ويأتي الله تعالى في ظل من الغمام كما جاء في آية أخرى تحف به الملائكة الأطهار ويقفون صفوفا بين يدي ربهم الرحمن. الملك ملائكة السماء. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى، واستجل في ذلك الموقف العظيم عظمة السطوة الإلهية. وفي ذلك اليوم تنكشف جهنم للناظرين، نعوذ بالله، بعد أن كانت غائبة عنهم، وحينئذ يتذكر الإنسان ما كان فرط في جنب الله وعرف ما كان فيه من ضلال وباطل. ولكن من أين لهذه الذكرى أن تفيده أو ترجع عليه بطائل؟ فقد فات الأوان. وأن له الذكرى، من أين له أن تنفع هذه الذكرى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ويندم الإنسان على ما سلف منه من المعاصي والجرائم، ويود لو أنه ازداد من الطاعات، ولو أنه قدم الأعمال الصالحة لتنفع في حياته الأخرى. فعن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله، لحقره ذلك اليوم، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. وفي ذلك اليوم يجد العصاة أنه لا أحد أشد عذابا من الله لمن عصى، ولا يوثق وثاقه أحد، وليس أحد أشد قبضا وأخذا ووثقا من الزبانية ملائكة العذاب لمن كفر بربه. لا يوثق أي لا يشد بالسلاسل والأغلال. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس التي استيقنت الحق فلا يخالجها شك، وقفت عند حدود الشرع فلا تزعزعها الشهوات، واطمأنت وهدأت، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى محل القرامة بجوار ربك راضية عما عملت في الدنيا، مرضيا عنك إذ لم تكوني ساقطة لا في الغنى ولا في الفقر. فادخلي في عبادي، فادخلي في زمرة عبادي المقربين، وكوني في جملتهم. وادخلي جنتي، وادخلي جنتي وتمتعي فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فشهدت جنازته، فجاء طائر لم يرى على خلقته حتى دخل في نعشه، ثم لم يرى خارجا منها، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر: لا يرى من تلاها، يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حديث. قال تعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر
قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. مسابقة سورة الفجر. اذكر الأقوام التي تحدثت عنهم السورة مع ذكر النبي المرسل لهم. السؤال الثاني: اذكر المعاني الآتية: يسر ذي حجر لما جم يوثق. السؤال الثالث: ضع صح أو خطأ مع تصحيح العبارة: وليال عشر هي رمضان، يتميز قوم هود بنحت البيوت في الصخر، أرسل الله موسى لقوم ثمود، يندم العبد يوم القيامة على قلة ماله الذي جمعهم في الدنيا،